مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، كشف الاتحاد الدولي لرياضة الجودو أنه قرر فتح تحقيق في قضية استبعاد المصارع الجزائري دريس مسعود من مواجهة الإسرائيلية توهارا بوتبولا ضمن فئة أقل من 73 كيلوغراما، والتي كانت مقررة بينهما اليوم الاثنين لحساب الدورة 16 من هذه المسابقة التي تنضوي ضمن فعاليات أولمبياد 2024 والجارية وقائعة في باريس حتى 11 غشت المقبلة. وأكد الاتحاد الدولي لرياضة الجودو أنه سيفتح تحقيقا شاملا فيما يخص استبعاد الجزائري إدريس رضوان مسعود من مواجهة الإسرائيلية توهارا بوتبولا، ورغم أن اللجنة الأولمبية بررت ذلك بأن المصارع الجزائري أعطى وزنا زائدا بنحو 400 جرام، وهذا ما يمنعه قانونيا من دخول للمنافسة في التخصص الذي يشارك فيه وهو أقل من 73 كيلوغراما. إلا أن ما أخذ القضية إلى بعد آخر هو الأخبار التي تشير إلى تعمد ذلك لتجنب مواجهة منافسة من منطقة لا تعترف بها بلادها، مثل ما كان الحال مع مواطنه فتحي نورين في أولمبياد طوكيو 2020. وأورد بيان الاتحاد الدولي لرياضة الجودو وجاء فيها: لا يمكننا تبرير زيادة وزن المصارع الجزائري إدريس مسعود باعتبارها سببا لاستبعاده من المنافسة، لكننا نظل ملتزمين بضمان تنافس الرياضيين في ظل ظروف متساوية وعادلة. الرياضيون غالبا ما يكونون ضحايا للصراعات السياسية بأوسع نطاق، ولتحديد ذلك سيفتح بعد الألعاب الأولمبية التحقيق في الوضع بدقة، وستتخذ إجراءات أخرى إذ لازم الأمر. فيما كشفت بعض التقارير أن الاتحاد الدولي لرياضة الجودو أكد أنه إذا ثبت أن المصارع الجزائري تم منعه من مواجهة الإسرائيلية فستكون عقوبات قوية على رياضة الجودو الجزائرية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.